السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. واحد الخبر انتشر قبل قليل بين عناصر البوليزارو وبين الموريتانيين كذلك. الخبر كيروجوا حاليا إعلام البوليزاريو وأبواق البوليزاريو، كيقولوا على أن الدرون المغربية قصفت سيارات مدنية لموريتانيين، وكيقولوا على أن هذا السيارات المدنية لفائدة منقبين موريتانيين كانوا قابضين قال لك الطريق الدولية بين الجزائر وموريتانيا، متناسين على أنها كتمر من أراضي صحراوية مغربية اللي هي المناطق العازلة، وتيقولوا أن تلك الأرض هي أراضي الجمهورية الصحراوية الوهمية. أولا، هذا الطريق الدولية اللي كيتكلموا عليها بين جزائر وموريتانيا هي غير واحد البيست قودرون كما كنقولوا بالدارجة المغربية، يعني طريق عادية ما مزفتة ما والو. هذا الطريق سابقا ما بين سنة 1991 و 2020، هذه الفترة اللي كانت فترة سلم وفترة وقف إطلاق النار بين البوليزاريو والمغرب مينورسو، كانت واحد الطريق يعني صنعتها السيارات يعني من كثرة المرور، يعني الطريق ولاو مرسومين العجلات وسموها طريق دولي. هي ماشي طريق دولي نهائيا، طريق غير شرعي كتجي فيه بعض السيارات تابعة للبوليزاريو وبعض الشاحنات الجزائرية وكيصدروا لموريتان، وهي نفسها الطريق اللي كانت قاطعة الصحراء المغربية المناطق العازلة واللي تصابت فيها شاحنة جزائرية وهلكت على جزائريين، وكانت الجزائر وجهت التهمة للمغرب على أنها قتلت مدنيين جزائريين. اليوم البوليزاريو كيعلنوا على أنه المغرب قصف سيارات مدنية موريتانية، وعنوا قبل قليل على هلاك 3 موريتانيين، ونزيدوا نأكدوا الإخوة الموريتانيين على أنه هذه الأخبار لا أساس لها من صحة، ولا يوجد أي دليل يؤكد ويثبت على أنه المغرب والطيار المغربي والدرون المغربية هي اللي قصفت المدنيين الموريتانيين. احنا نعرفوا على أنه البوليزاريو تقتل صحراويين في مخيمات تندوف وتلفق التهمة للمغرب، فما بالك أنه البوليزاريو اللي كتحمل حقد دفين على الموريتانيين وهي اللي شكلت ما يسمى شبكة موريتان، وكانت تتقبض أي موريتاني كيوصل مخيمة تندوف كتدخل سجون رشيد التعذيب والقتل. بوليزاريو هي اللي قتلت ما يقل على 8000 موريتاني على الأراضي الموريتانية، ومن أبرزهم الشهيد السويدات رحمة الله عليه اللي كان أول طيار في موريتانيا واللي قتلته البوليزاريو بسلاح جزائري غدرا. فالبوليزاريو راه كتقتل ومتعمد على أنها تقتل الموريتانيين، وتلفق التهمة للمغرب والمغاربة باش يخلقوا هذا العداوة وهذا البغضاء والتفرقة والفتنة بين المغرب وموريتانيا. نسمعوا بعض التسريبات الصوتية وكذلك نشاهدوا الفيديو. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. ها، مرحبا 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 بكم. راهي في السيارة حال اليوم انخبطت قبيل، جاية من الزقولة صينية، وفات وأكد وفات 4 رواقيج فيها، والأخرين راعي جايبتهم سيارة تعودوا عالمين بيها. ايه مرحبا مرحبا. هي سيارة لا تعود داخل الأراضي الصحراوية، بيالي السيارة مين تمرق الزقولة وتقوم مستقبل قبال لا تدخل أرض الصحراء، بيالي فم زقولة داخلة شوي شور عليهم أرض صحراء. قال المجهر بعد في موريتان، والمجاهر كاملة اللي في ذيك المنطقة في موريتان، شي ما هو مجهر واحد قال له بولاركانو، هي مسرجة اليوم من الزقولة، وحسب المجموعة اللي في الزقولة، الزقولة برك ما مطالعين روي في طافية فيها، وغير تم تأكيد بعد حد منهم قاس رزو وكلمنا ألن هاي السيارة له الأحمد والصيني وماشي اليوم من مجهر الزقولة، وأعلنها انخبطت، وراء كابينها كانوا فيها 4 أشخاص وفاو، والأشخاص اللي كانوا راكبين على الدبش من لورا قال إن هما سالمين، وراي جايبتهم سيارة